yala ki mira tu ani aforisa ka degi gi gen kon bar modan ni ba me radio ala ji ziyara bta shughul ba ziyara bta lafa sakit ana ji ziyara bta shughul rasmi عشان كده أنا أكتر زول كان قبل بسمع كلام بتاع الناس اللي بيتكلموا من الممثل بتاعة المرأة من الزول بتاع الكاونتي المحافظ وكل الناس اللي يتكلموا بتاع الشيوخ والعمدة الكلام ده كله بالنسبة لي كان مهم جدا لأنه ده واحد من الشغل اللي أنا جيت عشان انا ننفذه ونتاكد انه الناس دي كلهم شغالين وقاعدين ينفذوا في القانون. كم كان لي تينا مران ادي كارك اداني كم كو ادي كيكا اتنا بانو تالي كنا محافظ بانا اي بام كرمو تالي اريس بانجا غوال بام داني كونا ننكا نغفا يعني يو داني ورو نسان العمدة بيتكلم عن انه هو مسؤول من محل كبير داير دام قال داير يعمل له زيادة بتاع عمدة وهكذا المحافظ بيقول هو بيجي كله بره هنا بكون شغال قاعد هنا الكلام ده بالنسبة لي كلام ده مهم جدا لأنه بخليني برضو أنا ننزل الشغل اللي أنا دايره بشكل أفضل من انه يكون في غياب للناس وفي حضور لبعض الناس. Kuaruan mawon ta sana man dari oga di dan karupan ugu wotin man. Yani ari ngafala umat yani kita risani mo tadi perbu tadi ko orma mo habis man ko matuk piri man dari tuanan karga dari koro kom ari tan ngafanya tiga ko tiga ja. Al kalam al legalo ketir hina kulu kalam sama. Akhir al kalam da kulu bedun kanun ما بكون عنده فايدة. أنا أريد بوان ونما تعمل كنيا كن لكن كتار بكون كان داني أي تومان دي بكورونا في قضية مهمة جدا يمكن بكون الناس اللي يتكلموا كده ديل هسا ما بكونوا حبشوا القضية دي إلا يمكن الرفيق الجاي من أمريكا يتكلم عن الأرض Kongkamu mana ni cakupi koro kahara dari yani itu orang panen dia mana yani cakup macam es illa wadi kita pasal oh orang ni tambah yang dia ini pak Amerika hari oh gomara. Wahda min al qadaya al muhimma jiddan al saba jiddan. Alihna lazim nafham inu al arid di bedun al arid da bedun ma yakun fi wata zailahi nawatuhu ما في كلام تاني بكون في حاجة اسمها أدوب ولا بكون لأنه الأدوب بدون أرض بكون أدوب ده قاعد وين يعني لازم يكون في واطة عشان كده القانون بتاع دولة بتاع السودان بقول الواطة الأرض ده ما حقت الناس الأرض ده حقت منو حقت الحكومة يعني انتوا قاعدين في واطة ما حقكم الكلام ده يكون ده سليم عشان كده تخلوا بالكم دي قضية مهمة جدا عشان كده نحن جينا نوريكم برضو واحدة من الأهداف المهمة جدا واحدة من القضايا المهمة جدا لازم رجل الإدارة الأهلية زول اللي اسمه الشيخ والزول اللي اسمه العمدة أنت لازم تعرف الأرض ده بدون الأرض ده العمدة بتاعك والشيخ بتاعك ما عنده فايدة. Jangan lagi cah, kom lagi komitmen panahan sana lagi dan tak lagi kesan panahan sana kajur koman. Alisa kata ibuan kon tar koman dan kon mikes, law mikes dan anak sana kajur koman. Aduh nis koman mikes dan aku mana ni dari imun dan aku mah bersuka no di kesan di dan dari kes itu kes mah aku mah tapi kesan dan dari panun tanah jema harga dan aduh warga Kesan ini tajin bana. Yani ahara gadis anak karun tiada misun koban orang anak kesan ini kesan itara mungkin kita orang kari cawa kari skopar murni kesan panahan dani. Nampak orang kau lobi kene yani ni dia kene.
عشان كده الحركة الشعبية في المفاوضات قال الأرض حق الشعب، الأرض حق الناس، والكلام ده ناس الحكومة موافقين عليه، قالوا هاي الكلام ده صح، لكن هم ما دايما بيقولوا الكلام الحقيقة، هم بيقولوا كلام وبمشي بطبقوا كلام واحد تاني. أنا هنا كحركة شعبية هنا بنفتكر إنه الأرض دي حقت الشعب، الأرض دي حقتكم أنتوا كشعب، لأنه أنتوا لازم تتمسكوا بحدودكم بالأرض بتاعكم، لأنه لو أنتوا بقيتوا ما عندكم مواطن وما عارفين الحدود بتاعكم وما عارفين أرضكم وين، بيجي زول في يوم من الأيام بيجي بقول لك يا أخي أنت محل ده فوقه ذهب، والذهب ده حق الدولة، أنت ترحل من هنا، أنت كان قلت نرحل نمشي وين، ده محل، بقول لك لا ده ما محلك، المحل ده حق حكومة، أنت ترحل خلاص. أنتوا بتكونوا عارفين إنه الكلام ده بضركم، لأنه بخليكم أنتوا قاعدين ساكت في محل وما حقكم، الحكومة بيشيل محل الدايرو، المحل اللي جاو السمح بيجي بيقول أنت محل ده بقول زراعة دايرين حكومة دايرينه، لكن ما بيحترمك. لكن الكلام ده هنا عملنا له قانون، هنا في الحركة الشعبية عملنا قانون عشان نثبت لكم الحق ده، عشان أي زول يجي كان حكومة كان جاي داير أي حاجة لازم يجي يفتش الشيخ، لازم يفتش العمدة، لازم يجي يفتش المسؤول عشان يقول له يا أخي أنا داير نعمل لي حاجة هنا كده، تعال وريني أنا نقعد وين، ما تجي على كيفك. ما في زول يجي من الخرطوم ويجي يشيل محله يقول ده حقه، كلام ده كويس؟ ده كلام مهم أنا داير أقوله لكم، لأنه نحن دايرين نثبت الكلام ده قبل ما يجي السلام. أنا هنا دايرين أنكم أنتوا تفهموا إنه السلام، أنا هنا دايرين إنه ده سلام اسمه سلام استراتيجي. سلام استراتيجي يعني شنو؟ يعني سلام أنا هنا لو مشينا فوقه ما بيكون في ناس تاني في محل قاعدين يشاكروا، لأنه نحن لو مشينا سلام ما استراتيجي بودوك الخرطوم وبمشي بقول لك يا أخي في ناس بيشاكروا في دارفور، أنت تمشي تشاكل الناس في دارفور، وطيب أنت تمرق من شكله تمشي تخش في شكله، كلام زي ده بيجي؟ عشان كده نحن دايرين سلام استراتيجي، استراتيجي يعني ما يكون في أي زول برا، كل الناس يكونوا في السلام، ما يكون في سبب تاني بيجيب مشاكل، ده يسموه سلام استراتيجي. السلام التكتيكي اللي بيعملوه جلابة ده هما بيجي بقول لك والله هنا بنديك تبقى شنو تبقى شنو، بجرجر وناس جوزيف ناس شمالة بودوم هناك بودوم تركب عربية، وبعد شوية بالنزول ذات بقول لك جيبوا لنا الجي يا أخي في ناس متمردين ما أعرف في محل تاني، وانتو تاني تجي تمشي عشان تمشي تشاكلوا هنا، وانا هنا من نقول راكبين عربات كم شهر شهرين كده عربية بنتي أنا خلاص قديب طهرها في الموية. أنا داني والف أبي تايدا وما يتكشتني تايتي مع الشعب كشتا لين إذا تجي مع حكومة يعني كون كان ما حرق داني حرق داني أو أبي تايدا أقلون ما حرق وكو ما يتكش كشتا لين يعني ta ki ma sharp isa ta ki ma hapu ma gina hapu ma ya ni to na ku sham di visa koma kesta ni kura to te ine to te wa na dol ko na ta risko ta na risi keshiman yani isa ina na hapu ma ni to ko fo ni ta ga isa ko mi a iko kan ma hara ga ma chen ni a hara ga ni to ni on sa di ya ko is ta ru ko kan lu wa yani la si ma shek wala on da na ni la si ni mish ko pa mu bore ga na ni wa dinga di ma ta la fi ni ya ta ne ya ga kanun ga kare kanun ma hara ga ti ari ko na nge ari ta wa dinga mu pa ga ni ta ya lo ba ti shi ki ne ya ne ko ma sala ko sala man ga fa na ni sa ba ni isa ga fa na ni da ni ta lo wa dinga mu ti ya sa sala ne ni ga fa na ai wa di ka ma ben ki ri a hukum ti ri da ni a sala ne na ga fa na ni san a ko kan da ne ari ga fa na ni so mu mi shi ko ba mu ko ne ga na ko ma ke shi ne a ta ji ma hukuma ya ko ba ta mo da ni. نمشي نتكلم في قضية تانية ناس كلهم جابوا وكلموا فوق كثير كلام بتاع تعليم
أمره على طرق المواردة كلام بتتعلم ده ده ما ونسى الكلام بتتعلم ما ونسى بيجي ونسو كلام بتتعلم ده دي قضية لأنه أنا هنا كحركة شعبية عارفين إنه العدو الكبير يهو في جهل لما أنت تكون جاهل أنت ناس بغشوك عشان كده لازم أنتوا تعرفوا إنه القضية هاج اسمه يال بتاعي يقرأ ده كلام ما ليه ده كلام ده سياسات ده الحركة الشعبية انتوا عارفين ان الحركة الشعبية هسي بالرغم من انه نحن في حالة حرب لكن الاولوية بتاعنا نمرة واحد تشغل بتاع حكومة اهم حاجة هو التعليم ده كلام بتاع حكومة ده ما كلام بتاع جوزيف ولا بتاع انا ده كلام بتاع حركة الشعبية كله انه التعليم ده نمرة واحد ما في حاجة احسن من شنو من التعليم لانه نحن عارفين انه بالتعليم نحن بنلقى فيه زول هنا في يوم من الايام ببقى رئيس بتاع السودان نحن بنلقى زول هنا ببقى طبيب بنلقى زول هنا ببقى طيار بنلقى زول لكن لو ما قريناه بكون ده خلاص راح خساره ونحن نكون مظلومين هنا ما دايرين زول يجي رئيس من شاله ما دايرين يوم نجيب رئيس في السودان من شاله لو ما دايرين قولوا لي ما دايرين انتوا كان دايرين لازم نودي ريال دير شنو مدرسه انا هو تيجي بقى هو كما تعلم مني كتر تعلم مني انا زنا كبير ميت وانا ميزا تعلم انت دو بر بر كون ايه لك لو كنت تيجي تعلم مني اسا غروب مش كون ميزا كون كانني امرني تعلم باي دان انجلش ريستو او ادري كم كوش تعلم باي انجلش ريستو اي كاموري يعني تعلم باي داني إن ما نحن نقول يا ترى رئيس نقول مين ترى ما يعني نقول إذا نقول مين تي بولا بورغا يعني كمان تعلم هنا أروح أنا بوجي تعلم أنا نان أري نان كاري شو هارا غداني أري ترى غفوت أو ما تعلم هنا تعلم هني يا نان كار غني مراوي هارا غ إديشان يعني نقول أس يا زمان نكيم هارا غداني كي ترى تعلم مراوي كان عفوي تعلم لازم كان إتاتو نان كاري شو الكلام برضو قالوا الناس هنا بيوري برضو انه في قضايا في مشاكل عندها علاقه بزواج عندها علاقه بالعادات عندها علاقه بتقاليد بتاعت الناس القضايا زي دي ما عندكم هنا براكم في كل العالم الناس بتطوروا الناس لازم يتطوروا لازم يتحركوا يجوا ماشيين الناس بيقولوا لكم السنة الجديدة دي لازم انت تتغيروا التغيير ده لازم يكون هدف لازم يكون في مخنا لازم يكون في الراس بتاعنا نحن نكون دايرينه لانه لو نحن ما دايرينه ما بيعمل نفسه نحن لازم نعرف انه نحن محتاجين نتطور نحارب العادات الضارة لأنه أنت لو ارتكبت جريمة حسب القانون علينا في القانون بنقول لك أنت ارتكبت جريمة أنت قتلت زول لكن أنت لو قلت والله أنا قتلت لأنه قتل أخوي كلام ده ما عنده معنى في القانون ما عنده شنو ما عنده فايدة ليه؟ لأنه قالوا لكم الروح بتاع بني آدم ده الوحيد الله الله لما ولدك من بطن امك انت جيت بالروح ما كان في ملابس وما كان في اي حاجه لكن روحك دي حياتك ده يقول كلام الناس بيقول له هو الانسان حياه الزول عشان يموت ده خساره زول واحد يموت ده خساره كبيره لانه ما بيشتروه في السوق الزول بلقوه في السوق بيجيبوه بقروش ما في زول بيشتروه الزول ده بيولدوه من بطن امه عشان كده الروح بتاعه ده ما يموت ساكن كلام الحكومة لشنو ذاته الحكومة وكذا الكلام ده كله لشنو عشان الروح الإنسان ده ما يموت لأنه لو ما في حكومة بكون أي زول قوي بقتل الثاني ولا كيف عشان كده بعمل حكومة عشان أي زول كان بيقوي زي شنو حكومة يوقفه فقتل الزول ده دي جريمة القانون فيه لأن نجينا نكلموكم عشان بكرة لو أنت عملت حاجة زي ده القانون ما بقيك معك لو ما وريناكم
بتقولوا لا الناس زي العمل وقالوا ما ورونا لكن انا جيت نوريكم اي زول بيعمل كلام زي ده ده جريمه في القانون انا هنا بنمسك القانون دي بسيجي ما انا هنا ده القانون انا هو وكيلي بقى تواريكم نيمش يعني والو فاني ما نري انا هو ويتاجاكم نيمش يعني كذا انا بقى انا هو وكيلي بقى مين بقى نري انا كاير شويكم يعني نيمش انا ini kan papan ada korobor, tapi nari seminggu aman nari, tiga bulan kita lah apa ya nari lagi di alam bisa, jadi nari sekarang yang nari seminggu sekarang ini nari kita gak bisa ada bunyi, tapi kalau dia aman ada kalu nari dalam makanu, ah, dan sekarang lagi ada lagi nari ini nari mungkin anak anak tuh seni masukan lagi korobor, yang anak anak korban baru ya nari sistem, ini masuk korobor di, dan tala nama nari ini masuk tiada ni kaya rumah. Aro na kiba ana na ahne kiba ana ahne rin ko eh tan mo special na ni pani na ni kaya rin mo ni ni si ka wala na ni talo ko mara ni yan ito yun ka ata do tagal yun si ni pa na ni na ni bora bora ana ni kalu na ni ana ni ni kakare yan ni toro yun ni pa na ni bora dali akano ni mana ni pardo non risko ni ato aban ma ato ni man yan ni aban yaran na nongana din na ni yan ni Kalau lazim ala dani, lazim dani ni faham kawasan. Anai baru mengkosnya. Eh jemaah, kawan anda ni masa lagi awus rangan, baju nanti awus rangan. Kosan akan jauh serajacan. Abis tu orang ni ala dani dan lagi kos baju jatuh awu kamban awu kam. Kalau awus rangan, anai yuk kos kamu ren. Kalau dani mana kau kaitkan? Hah? Ani ala dani lagi tuanmu titipin kamban ala. Jual mereka waktu kosar tuan jadi, nana taruh awak kanun, kalau kanun nanti kip, tuan dan kita lah payah orang mana di dalam kita waktu di hakam kami, eh itu orang ni, ini taruh awak kanun, aduh orang satu garis tuan sana nanti, jadi nana taruh kan mana lagi ia tanpa kanun sih, kalau ada, kalau ada tu okey lah, kalau eh dan ini tujuh, eh busukan ini, eh sekarang tujuh buku orang kami sah, ah, eh tujuh dengan ini tele. Aris tu kau ni ada yang kampu api je. Jadi aris tu orang orang ni fahamkan yang kuat tu kau tuan tu kau pite kau edan. Jadi aku mishpan okey ni. Edan tu tuan ini kamera kanun tu kanun je. Jadi tu orang ni nana ni api jauh. Aini lu kata akhirah, kalam akhir, dahir akhtimbau kalam betah. Al kalam dah. عنده علاقة بكلام الناس بيقولوا إنه نحن نتوحد نحن نبقى واحد نحن ما نبقى ناس كل الناس دايرين يكونوا هم براهم بس أنا مجيد من جبال النوبة جبال النوبة فوقهم 100 قبيلة لكن الناس كلهم براهم كده في جبال النوبة ما كفاية إلا أنتوا تاني برضو شنو تجي تضموا صوتكم والناس ثانيين يجي يضم صوتنا مش من ضم صوتنا ساكت في الليب لا نحن عندنا قضية نحن عندنا قضية كبيرة نحن مظلومين نحن تعبانين عشان كده نحن ديل كلنا التعبانين ديل لازم نتوحد لازم نكون كلمتنا واحدة أنا داير أقول لكم السودان كله هسا السودان كله هسا الكلام اللي كنا قاعدين نقوله في الغابة هنا برانا زمان لما الحرب الأولى والثانية نحن كنا دايرين قاعدين نقول سودان جديد سودان جديد ناس الخرطوم ما كانوا فاهمين السودان الجديد دايرينه ده بكون كيف لأن الحكومة بتكذب لهم بقول لهم كلام ضد ناس زيل عندهم شنو ناس زيل عندهم كفار وانتوا سمعتوا كلام ده لكن الكلام بتاعنا يا جماعة وصل الحقيقة وصل الخرطوم الكلام اللي هنا قلناه زمان ما دايرين يسمعوا هسا شنو وصل الخرطوم ناس الخرطوم هسي بيجوا يتكلموا كلام بتاعنا يعني هسي انتوا تكونوا عارفين انه الناس الوحيدين اللي عندهم فكره عشان يحلوا مشكله السودان عشان السودان ده على الاقل يبقى دوله يبقى يرجع الا نحن ديل نحن اللي قاعدين تتشجر ديل انتوا ما تعكروا انفسكم الفكره بتاعتكم يا اول بحل المشكله بتاعت السودان والناس في الخرطوم بيجوا يقولوا الكلام ده اسبلي مويه اسبلي مويه Ah,
انتوا يا هول تجيب السلام الحقيقي، الكلام اللي قالوا لكم كم رسالة. السلام الحقيقي اللي بيجي في السودان ده هو أنا هنا بنجيبه هنا، لازم تعرفوا الكلام ده. وعشان كده انتوا لازم تنسوا المشاكل بتاعتنا البسيطة البسيطة بيناتنا. ما انت مع أبوك وأمك وأخوانك في البيت بيحصل مشاكل ولا ما قاعد يحصل مشاكل؟ لازم انت تعرف انه مشاكل بتاعك بتاع الاسره بتاعك بتاع البيت ده، انت تعرف مشاكل ده بيهلوه بطريقه براوه. يعني انت ما بتشاكل مع ولدك كبير ولا مع مرتك بسلاح بيجي؟ ما بيجي، ده شكله بتاع كلام بس يعني. فانتوا لازم تكونوا عارفين انه السلاح ده اللي هنا جبناه عشان ندال للعدو، العدو الاكبر. نحن لازم نقبل ببعض، لازم نحترم بعض كمجموعات. اي زول مهم، كان انت متعلم ولا ما متعلم، انت في ثوره مهم، ما في زول اهم من الثاني، لانه انت بتنادل بروحك. روحك ده ما ده نفس الروح اللي عندي انت واللي عندي انا، الموت واحد. ما في زول بموت رخيص وفي زول ثاني بموت غالي، علينا كلنا في نضال واحد. عشان كده لازم نحترم بعض، نحترم الكلام اللي بيقولوه عشان بوحدنا، لازم تشيلوه بجد. تحترموا الناس، تحترموا اي زول عنده مسرح جاي، انت لازم تديه مساحه يحس بانه انت داير يكون جزء من هنا. دايرين السودان الجديد فوق كل الناس، علينا ما دايرين السودان الجديد نطرد باقي الناس ولا دايرين نطرد الناس. السودان الجديد اللي دايرينه ده دايرينه فوق كل الناس. اي زول لازم يعيش في السودان الجديد حر، لازم يكون مساوي مع الناس. الكلام ده لازم انتوا تتعاملوا مع الناس، الناس اللي بيجيكم ضيوف هنا، كان رعاة ولا كان شنو، بيجوا ضيوف بيكونوا قاعدين معاكم هنا، انتوا لازم تحترموهم، ما تهينوهم، ما تعاملوا معامله كعبه، لانه بيبقوا انت لو عملت معامله كعبه هو بمشي منك، لكن بمشي هناك شنو؟ بمشي هناك بزعل منك، العدو بمشي بديه قوة بديه راجع. انت لازم تتعامل معه، خليه يعيش حياته، لازم يتمثل لأنه البلد بلده. لينا بس دايرين عدالة ما نظره. أنا هو بيتاجه قول ما أنا قلت قولم إنجو أمان أنا دي مران كالا سلام سلقو هو قاتنا ما عناني أترى لطو يعني إيه تيني من زلورنا إيه مر كالي مونكو ديس إيه يعني أنا مثلا لو أنا كنا ما أنا جتانا نتوقع ما لكن كون ما سيلا أنا فني ما لني تاكو بتارا مهم كهارا يعني ما هو يوم سان يعني كم أسبانا روجي أسبانا أنا سان كو أسبانا إيه كلامه
wala esa murumi ya kosha kamini kwa wala kata isa ha kwa nana talguno kwa aspana nani ya wajan kumpana biasana kichaja tali kodan kinana karbi chaja tali iman bese nani mongkoma nani ما بساعدنا انت لازم تشاكل من اجل العداله انت لازم تشاكل من اجل الحريه لكل الناس لازم انت تعدل انت في نفسك تعدل للناس كله الله كده بيقف معك ده مهم جدا ان السودان الجديد قلنا لازم يكون فوقه حريات الكلام الداير يقوله ده صوت رساله للناس الجايين من كندا وامريكا الحقيقه يا رفاق انا بحييكم للمره الثانيه لروحكم الجميلة والطيبة والثورية اللي خلتكم انتوا فكرتوا عشان انتوا تجوا تلاقوا اهلكم وتسلموا عليهم انا بفتكر دي حاجة جميلة وخلتني انه انا برضو اقول كلام عنده علاقة برضو بالجاية بتاعتنا هنا وجينا امس وجينا يهود استضافونا مع كومرد اسمه عبد الواحد قاعد معانا هناك يعني انا داير نيابه انا نازل ما فوضوني انا نقول الكلام ده لكن انا بقوله لانه انا الزول ده يعني الطريقه اللي هو عملنا بيه وسهر معانا وواقف على هيلو عشان يقدم لنا خدمه عشان يطمئن على انه نحن قاعدين ومرتاحين انا بفتكر الروح ده لو فيه يعني انا داير اقول انه الحركه الشعبيه ما زالت قوية والحركة الشعبية ما زالت حية بوجود ناس زي ناس عبد الواحد والرفاق الماما اللي اشتغلوا معانا ديل انا بشكرهم شكر كبير جدا لانهم هم ادوني احساس جميل وبالاضافة للاحساس اللي انتوا جيتوا برضو بزيارتكم هنا انت اديتوني برضو قوة كبيرة جدا حسيت بانه ان احنا ما زلنا عندنا قضية وما زلنا عندنا شغل كبير مفروض نشتغلوا كقيادات يا رفاق ان احنا اللي بنسموا نفوسنا قيادات ان احنا عندنا قواعد وان احنا عندنا جماهير وشوف الادب والاحترام والتقدير الناس بيقدرونا بيجي بقود وباحترام بشكل زي ده ان احنا دي بدينا حجم بتمسؤوليه وحجم كبير احنا لازم نبقوا ناس كلمتنا واحده ننسوا صغير ننسوا المصالح صغيره 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 ننسوا انه لانه انا ما بقدر اعبر عن حياتي بالشكل اللي انا شفته والتنظيم اللي انا شفته والتقدير ده اذا انا عندي قياده عندي شاب زي ده انا بمثله انا بفتكر انه ما في احسن في الدنيا اكثر من انه انا اكون سعيد انه اموت مع الناس اللي في خندق واحد انا كان انا ما سوار انا جيت كان انا دي يا اسام قومي هاتون قالي انا داني تو بينا لا ميت داني انا انا ترجمي انا تو تو اي ترجمي وادي ني جيتي يا تي غا هاتون قوم انا دان اسو قوم تان تو تاغا غا فانا
yani mukombana ana kwanya lazima ana mimi mito wa faraso yani imontande ko kai da dan kali ado na ana chief amangi pika na ko kama na uni ori pamborana uni to in marum yani ken musiresi uni den i gishin delle delle su yani ungi yudani risko go no ni man yani ari tala pai ago go ki chaja ko uni dan risko go no ni dali yani thorga na pai kom ata nana mi tali covid ko ko na ko kwara dani kom wan ko ai kwane ko ni san dani ari dan bona ba gbor mo ko no ngana ni ki kwara ni i ko man dani isa kam ni na re ta ni dan lakin eni at ko ko am gan ko na man am ge jana dani na sim dani am ni ke tra buta ga go ko kwan ko no ngana ya ni mo ki ko ani tali tuan nani yani wadi kasuja undang pare ada di lain di aku di borobor en ai ko ko ni mo kesman ari go go kita ya go ma telwai yani go buti puta di uni macan yani mo ni ada di bore mo hiru di bore yani tuan nani bora di pare di bit ke bara yani ko anan nani adu to to pai man o go lazim kara dani am di sana dia di man nani lazim am nani ni to ko la gara go mata ko masha ko ma uni dani uni gara dani ki ga mo nguri ni lazim gara dani am gara dani nam ni chi bum mo bum yani to dan ge go na di ko go pani pani ko ni ba pani ge ta pani ngo kala hara go le cha di ko ni da ta wai ta se di man nani ko ona bi ta ga dani ko to bu mina di ma cha wa ko bi da dan go na di ناس امريكا وناس كندا سلموا ليلة كل الاهل والاصدقاء بتاعنا الحركة الشعبية والاصدقاء بتاعنا سلموا عليهم سلام كثير وبرضو نحن بنكلفكم انتوا كجيتوا شفتوا الاهل تمشوا برضو تكونوا رسل مننا نحن عشان تمشي تتكلموا مع الناس ديلك هنا توريهم انه ان هنا عندنا ناس تعبانين موجودين هنا ودايرين محتاجين والكلام ده مهم تمشوا تشتغلوا كلكم مع بعض يعني كل ابناء النيل الازرق بمختلف قبائلكم وابناء النوبه بمختلف قبائلهم وكل الناس السودانيين اللي بتعاطفوا مع القضيه بتاعتنا انتوا لازم تمشوا تشيلوا صوتنا ده وتسلم عليهم وتقولوا لهم ان احنا ما زلنا متمسكين بالقضيه و انا متاكد جدا انه لو لقينا فرصه سالنا من ناس افراد بنلقاكم انتوا بتعرفوا ناس برضو اخواننا لانه انا عندي اخواني برضو موجودين هنا قبل لما انتوا قاعدين تتكلموا كده انا حسيت بانه